مقر واحد للأحزاب ماكو إلى الآن في في ديقار بالقوة. لا مو قوة، لا شنو يستفهم منهم مثلا؟ لا عندنا سلاح، لا لا سلاح لعد بيش حركة المقرات، بيش حركة المقرات والمقرات مالت من؟ مال الأحزاب، لا مال الدولة، مال الدولة، مال عقارات الدولة، لا هواية مختصبة لمدة 20 سنة احنا حررناها الدولة مكلفتكم، احنا حررناها اي الميليشيات مختصبة الدولة، لا 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 الميليشيات مختصبة الدولة، ابدا ابدا الميليشيات استباحت مو بهاي الطريقة، دماء العراقيين وسيادة العراق ودخلت التدخلات الخارجية. اليوم انتم مو تخشون من تدخل خارجي وارباك خارجي ممكن ينعكس بالعراق؟ لا، منو من الاساس منو الجاب التدخلات الخارجية؟ منو خلى العراق ساحة هسه صارت المقاومة، صارت المقاومة جابت التدخلات، بعبوزات مقاومة، منو بعبوزات صارت مو زينة باسم مقاومة، باسم مقاومة، وهسه قادة المقاومة كلهم شاردين. انا اتمنى قائد من قادة المقاومة بالعراق يموت مثل موتة حسن نصر الله، مات ابو مهدي المهندس، مات ابو مهدي المهندس ما خليته له تشيع بالناصرية، تشيع ما خليته له بالناصرية، انتوا اللي كنتوا داخلين تركسون بساحة التحرير، المؤامرات علي، تركسون بساحة التحرير لما نستشهدهم. أبدا أبدا، إحنا ولد الحشد، وإحنا اللي قاتلنا بالحشد، وإحنا اللي طينا دماء بالحشد، ونفس شباب تشرين هم الجرحى بالحشد وقاتلوا بالحشد، واللي واليوم اللي تاجر بالحشد خلي يروح يشوف عوائل شهداء الحشد وين قاعدين، خلي يشوف الجرحى مال الحشد وين قاعدين. متاجرة بدماء الناس، متاجرة بالتظاهرات، لا أبدا مو بالتظاهرات، إيش بيها التظاهرات؟ مقاولين، إيش بيها التظاهرات؟ ما تظاهرات؟ طيني أسماء، طيني أسماء، مقاولين تعرفهم؟ أنا لو أسحقك تعرفهم، لو اسحقك، لو اسجنك، لا ابدا، لا ست، لا 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 اكو اكو انا اسال، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح، يعني انت صهيوني وانت صهيوني وانت واسجنك واخذك واخطفك واغيبك واقتلك، لو تسكت ما تحكي، خليني اسال،